مو طبيعي. لا لا مو مصدق صراحة. هل لازال في الكويت العقلية نفس العقلية هذه؟ شوف شلون صاير المطبل، شوف تحت المطبل متابعين، شوف شلون الناس قاعدة تمر ودرعم. يعني معقولة يعني الحكومة تسوي المطبات هذه وبعدين المساكن؟ شوف شوف الحوادث اللي قاعدة تصير، شوف تحت، شوف أنا قاعد أسوي رياكشن، شوف شلون المساكين غافلين لكم الله، لا لوحات إرشادية ولا شيء. وهذا صاحب المقطع جزاه الله خير قاعد يقول أهله صارت فيهم حادث والسبب أهل المطبات هذه. يعني إحنا نبهنا عليها من زمان، وأنا من أول ناس اللي يقول ما نبي مطبات في الكويت. يا أخي إيش كل 10 متر مطبة؟ إنزين يا أخي نحطوا حق المستشفيات، المساجد، المدارس، الباقي ليش قاعد تحطون مطبات؟ خط سريع تحطون مطبات؟ ما يصير. إحنا ندري في تحويلات ما تحويلات، لكن بالطريقة هذه ما يصير. قبل لا تحط المطبة حط له إرشادية. مساكين الناس هذول شو يسوون هذول؟ هذا بإجاز مو طبيعي اللي صاير في الكويت. حسبي الله ونعم الوكيل.